لكن شو شفت عملية القرعة بتكون بعض الملاحظات جرت صراحة أنا كنا نمن النفس بين نلعب في بغداد لأن إحنا نادي الشرطة إلى حق بطل الدوري يكون المفروض يكون أفضلية إلى أولوية بس ما أعرف شنو اللي تغير العام صارت زراعة بالفرق يمكن الأربع الفرق بالفرق الأخيرة تلعب وياهم بس اللي صار بعد إحنا نقول كل مباراة راح تلعبها أكيد بملعبك وخارج ملعبك يعني الحمد لله فريقنا إن شاء الله مستعد صفحة البطولة السوبر انتهت والموسم الماضي انتهى عندنا موسم جديد أكيد لازم تكون مو بس كلام لازم تكون مستعد والله هو يعني اللاعبين الحمد لله يعني أغلب اللاعبين احنا حافظنا عليهم لاعبين مميزين تعاقدنا وياهم محترفين نفسهم بقوا أكيد الكلام الكلام يتكلم عادي تحكي وهاي بس لازم يكون فعل والواقع لازم أنت تكون متهيئ لجميع الظروف لأن الفرق كلها راح تلعب وياك تعرف نادي الشرطة يعني يقول لك أنا راح ألعب ضد نادي الشرطة من حقه بين يفوز أو يتعادل